برانديفو جديد راح نرحب بثلاث نساء، سيدة لينا الحاج اهلا وسهلا، سيدة بريجيت خوري والسيدة جويل غنام. حضرتكم منظمين معرض مانز وورلد، فأكيد بدي أسأل أول سؤال، نساء عم بيحضروا معرض للرجال؟ دايما هذا السؤال عم نتسأل. ما في غير النساء يعني بيعرفوا شو بده شو بده الرجال، بيعرفوا احسن منه. مزبوط. لينا بنبلش معك، لكن هيدا اول سنه بتنظموا هيدا المعرض. وي رح يصير المعرض فكرته جديده بلبنان، ولا مره صار معرض تارجتينج الرجال، دايما بيصير في معارض للنسوان، يعني معارض مجوهرات تيب كله دايما بيفكروا بالمرأة، ولا مرة حدا اجى فكر بالرجال كأنتيتي كاملة، يعني بيعملوا له معرض للسيارات، معرض للموتو لحال، معرض لليخوت لحال، ولكن هذا المعرض فكرته انه بيضم كل شيء، معرض شامل للرجال من كل شيء، من البيج بوي ستويز يعني من اليخوتي والكارز والموتور سايكلز وكل هالقصص، لا للفاشن وللبيوتي، حتى يعني عندنا سكشن كتير كبير للبيوتي، لانه الرجال بهالايام صار يهتم بجماله مثله مثل المرأة. دونك بفوت حتى السيرفيسز، يعني عندنا كل انواع السيرفيس اللي بتتخصص بالرجال، من اسيورانس لبنوك لريل استيت، يعني شركه عندنا ممنوع. اوكي. ما في شيء ممنوع، بس في شركات موجوده، شركات عديده. رح بس اذكر بالتاريخ لانه المعرض رح يصير بلمارينا بدبي من 21 ايار ل 24، يعني بس هالثلاث ايام، يعني اربع ايام من الاربع للعشرة، من الاربع للعشرة بعد الظهر. فيلي بيحب اكيد يسجل هالتواريخ عنده ليعرف حاله بدبي مش ببيروت. سيده بريجيت، شو راح يكون في، اذا فينا نحكي عن السكشنز شوي الموجودين، مثل ما فهمت في خوتي، مثل ما عرفت لينا في خوتي، في سيارات، في موتور سايكل، في قسم كبير للبيوتي للسبورت اكويبمنت، في حتى مجوهرات، راح يكون في صيد، حتى اغراض الاكسسوارز الصغار يلي بيهتم فيهم الرجال من الماروكينري، شنط، اتسترا، يعني حتى رح يكون في بلاي جراوند مهضومه صغيره عم نعملها مع فيرجن كمان فور فن والتسليه والهيك، العاب يعني العاب هيك، بلاي ستيشن وبلياردز وبيبي فوت وبوكر. قبل ما اسالك جويل سؤال، بركي بنحضر التي في سي اللي عم بتحطوه اللي حضرتوه لهذا المعرض، نحضره سوا. This is a man's world. This is a man's world, nah. But it won't mean nothing, nothing without a woman or a girl. اكزيبيشن فور جنتلمان من 21 ل 24 ايار بلمارينا دبي. جويل، فينا نشتري يعني بس نتفرج او بدنا كمان؟ اكيد فيك تشتري، بس انا سؤال ما لفت لك شيء نظر هيك نظرك بالدعايه، رح احكي عن هذا الموضوع. يعني كنا بلشنا ورجعنا فرجينا انه لا، الامراه يلي بتعرف شو بده الرجال، واكيد الامراه حسب الغنيه يلي بدون الرجال ما بيكون شيء. فالنسوين كلهم مشان هيك على الرسالة. اكزاكتلي، مشان هون كمان الرسالة غير على بال، انه نحن بدنا نخبر انه المعرض اوكي مختص للرجال، بس كمان النسوين وقتها يجوا لحلو قصص بتهموا لهم، يعني قصص خاصة بالبحر، اكسسوارز، لانه دائما برجع بذكر انه الشركات بلبنان، الشركات الكبار، ما حدا عنده برودكت بس فور مان، يعني الشركات الكبيرة اللي عندهم اذا بدك البريميوم براندز عندهم لاينز فور مان اند فور ويمن از ويل، سو ما حدا رح ينزل بس، يعني اللي عنده فور ويمن رح يكون موجود بالمعرض. في نساء بيحبوا
الساعات، في نساء بيحبوا البوتس، في نساء بيحبوا السيارات، موتويات، في نساء بتركب موتويات اكثر من الرجال بالايام. يعني عندنا سكشن كثير كبيره بالموتور سايكلز، والحلو انه احنا كثير مركزين على البامبرينج تبع الرجال، يعني مش انه بس تعشتي. مثلا اول شيء الفي اي بي لاونج اللي عاملينها فور ذا في اي بي بيبل اللي بيوصلوا، يعني الفي اي بي بيرسون اللي جاي على المعرض من التك اللي بيوصل فيها رح بيكون في موديل عم تستقبله حتى تاخذوا على الفي اي بي لاونج. بالفي اي بي لاونج هنيك البامبرينج، يعني سيجار فور فري، اوبن بار، اوبن بوفيه كل الوقت، يعني كل يعني نحن بدنا اللي بدهم يجوا على المعرض. كيف فينا نكون في اي بيز لكن؟ نبعث لك كارد، بدنا نعمل لك كارد. هلا انت برا كارد في اي بي اصلا، يعني يو دونت نيد ذا كارد، يو ار في اي بي. في ناس عم تسال بس هلا عم بتفكر ثانك يو، بس في حدا عم يحكي لي بدايتك يا عم شكلك. سو عم نبعث في اي بي بيرسون personalized cards. هو مثل بلاستيك كارد، مثل الكارت it's a privilege card. سو عم يوصل باسم البيرسون، وهيدا الكارت فيه اكيد بخوله يفوت على في اي بي لاونج وكل هولي، وبذات الوقت فيه يستفيد منه كل السنه. يعني كل اكزيبيتر نازل معنا مقدم ديسكاونت معين، يعني اذا بتروح عند هيدا الاكزيبيتر حيلا وقت بالسنه and you show your card you will get a special discount اللي هو ما بيطلع على حيلا حدا بقى. يعني احنا بدنا انه يكون هيدا الفي اي بي هو في اي بي لنا لفيو اند لمنز وورد اكزيبيشن. بلس كل يوم عم بيكون في سيريمونيز، يعني نهار عم بيكون في فاشن شو، نهار عم بيكون في حدا من الفي اي بي اكزيبيتور عازم هو الكلاينت تبعه على الفي اي بي لاونج، نهار في كيوبن نايت، كيوبن باند مع كل شيء، يعني الكيوبن ثيم اذا بدك بالمعرض. سو ما بدنا يزهقوا، يعني في اكيد فود كورت، بدنا اللي بيجي على المعرض عن جد تو انجوي يبرم ويشتري ويقعد من الاربع للعشره، يعني بيقضي الفتره كلها هنيك بيضل يشوف اشياء جديده. حتى سوري بس نهار الجمعه، نهار الجمعه يعني ثاني يوم المعرض، محمد شقير رئيس غرفه التجاره والصناعه عامل ريسبشن بقلب المعرض، عازم فيها كمان شي 100 شخص في اي بي من رؤساء كبار الشركات بلبنان، داعيهم ليجوا يتفرجوا على المعرض، وبعد ساعه بعدين بالاخر هيدا بيبرموا المعرض وبيرجعوا عاملين ريسبشن بقلب الفي اي بي لاونج لالهم كمان. اكيد من دون من نذكر كمان انه وقت الافتتاحيه اللي عم يفتتح وزير السياحه في القطاع السياحي كمان كله معزوم، يعني شركات الطيران، شركات السفريات، كل القطاع السياحي اللي بهيدا كمان معزوم على الاوبننج سيريموني تبع المعرض بجانب وزير السياحه. سو لما نحكي عن عالم الرجال، هل بنحكي بعمر معين؟ يعني الرجل يلي تجوز وصار عنده اولاد بيضل يلاقي اللي بده اياه؟ اكيد هيدا المعرض عم نحكي للرجال من كل الاعمار، بنواجه من العشرين للسبعين اذا بدك، يعني اوكي everything concern man، يعني اوكي بوتس بلينز كل شيء بلينز سنة الجاي على المعرض، مركز مع البلينز بجيب الفي اي بي من بيته على المعرض. ايه في في بس نحن عندنا اوبر اللي هو عم بجيب الفيزيتورز على المعرض فور فري. يس انه اذا بتفوت بتتسجل مانز وورد على اوبر بتحط كود مانز وورد سو يو ويل جيت فري رايد، بيجيبك على المعرض بيرجع بردك من المعرض. للناس اللي عم بالهم ياخذوا معلومات زياده بنعطيهم بركي ويب سايت او فيسبوك جروب، شو فيسبوك بيج مانز وورد اكزيبيشن، مانز وورد كل شيء اكزيبيشن، تاخذوا كل التفاصيل الاوقات للمعرض والانستغرام كمان مانز وورد اكزيبيشن. اوكي كلمه اخيره قبل ما نودع المشاهدين، نتمنى انه كلهم عم يحضرونا يجوا يشوفوا المعرض لانه اتس ريلي سمثينج از انتريستينج ولاول مره بينعمل بلبنان، وكمان ناطرينكم لكم. With pleasure. ميرسي لوجودكم معنا. ميرسي لكم، ميرسي لكم لدعمكم. قد ما غينا البي من 21 ل 24. مشاهدينا هيدي كانت رونديفو، رح نعمل جوله سريعه نحن وياكم لنشوف شو هن النشاطات يلي منظمه حاليا بالبلد. مثل ما عم نشوف على التابلو بكفايه فلاورز اند سبرينج فيستيفال ابتداء من 16 ايار بكفايه، لكن بيع فلاورز واكسسوارز فانتوم اوف ذا اوبرا ب 16 ماي كمان، وميمى الخليل بحفله ب 16 ايار من 10 لل 11 ونص بمسرح مونو، بيروت ستريت فود فيستيفال ب 17 ايار من 5 ل 12 نص ليل، ودرج اليسوعيه كلتشرال فيستيفال مهرجان ثقافي ب 18 ايار باليو اس جي. واكيد بذكركم كمان انه سمر ميسك فيستيفال من ابتداء من 4 حزيران. بعد هالبريك لو انا بنقدم لكم السينما